واعتماد الاستمارة الإلكترونية يتم ملؤها عبر الاستجواب المباشر كطريقة حاجة نصوبوا هذا الشيء كيفما كنستجوبوا الناس ونزلوا. رشيد تورسي المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة بني ملال حنيفرة. احنا هنا في إقليم حنيفرة قدمنا واحد العرض بأمر من السيد عامل الإقليم في إطار العملية الوطنية الكبيرة اللي مقدمة عليها بلادنا وهي الإحصاء العام للسكان والسكنة. وهذا الاجتماع جاء طبيعة الحال من بعد الرسالة الملكية السامية اللي وجهها سيدنا الرئيس الحكومة كيعبأ فيها وكيأمر فيها جميع المسؤولين بالسلطات والناس اللي في المصالح اللامركزة للدولة باش تعبأ وتنجز هذه العملية الوطنية الكبيرة اللي كيوليها سيدنا الله ينصرو أهمية بالغة نظرا للمعطيات الهامة اللي كتنتج الاستراتيجية ديال بلادنا والتخطيط ديال بلادنا والمصالح العام والدقيق لبلادنا. بطبيعة الحال العرض ديالي تمحور حول شرح المنهجية اللي كتبناها المندوبية السامية للتخطيط في هذه العملية الوطنية الكبيرة. بطبيعة الحال ماشي منهجية، ماشي هذه عملية سهلة، إذا لابد خصها منهجية كتبنى على علم ومناهج علم الإحصاء. شرحنا ما أمكن هذه المنهجية هذه وبينا كذلك الوسائل التكنولوجية اللي تبنيناها تبنات المندوبية السامية للتخطيط هذا العام والجديد في اللي عرفته الاستمارات ديال الإحصاء والجديد اللي عرفوه مضامين هذه العملية الوطنية الكبيرة استجابة الرغبة ديال جلالته باش هذه العملية تكون طموحة وخلاقة واستثنائية هذا العام هذا.